أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم انشاءاللہ العزیز آج ہم دعائے حل المشکلات سیکھیں گے ہر قسم کی مشکل کے لیے مسجد میں باوضو سر سجدہ رکھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ تعالی مشکل حل ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي ليس العزة وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي التسبيح تسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والمن سبحان ذي العزة والتكرم سبحان ذي الطول والحكم أسألك بمعاقد عزك بمعاقد عزك وعرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمات التامات التي لا يجاوز عن بر ولا فاجر ولا فاجر أن تصلي على محمد وآل محمد